يلا اقول لا 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 خلي لا اقول لا لا والله لا خلني احرق يا لا خلني احرق طمعني ابي اجرب الحرق يلا يلا من قال لا غلط الا من قال مسلسل غلط. اجتماعي غلط كيف غلط ما هو الولد قال. كان يبغى يصير مو من قال مو من قال مين قال يعني بتوقفين لي على الياء يس صح ما توي اقول لك دافوره ومين قال اركز ترى في الحروف صح كيف احنا العيال نتعلم اكلات جديده ونلف السمبوسه على هذه لازم نشيك انا شغلتي اشيك تلف السمبوسه لا اكلها بس اوكي يعني مو تسوي نفسك اني الف السمبوسه جات فتره كنت الف السمبوسه جات امي قالت لي يعني خليك اي شوف لك رح جيب لنا قشطه بس قشطه حق التمر وخلاص قبل الفطور عشان القشطه مهندسه هذه هذيك فيك مهندسه يعني انت ونظاراتك عرفت سداسيه فتحس انك انت مهندس اصلا مو اكيد يا ليتني مهندس والله يشرفني بس النظارات ايش فيها لا يعني عرفت سداسيه غريبه يعني في اشكال هندسيه قصدك حلو حسيتها كذا كويس ان ما كنت البسها وانا صغير مستعد؟